أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التكبير. ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. فيسن المطلق في ليلتي العيدين، وهو في عيد الفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة فيهما. ويسن المقيد في عيد الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة، من فجر يوم عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، التكبير مطلق ومقيد. المطلق في كل وقت، في كل وقت تكبر الله تبارك، يقول الله تبارك: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ويقول: اذكروا الله واذكروا اسم الله في أيام معلومات. يذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني الأيام المعلومات هذه أيام ذي الحجة، ولتكملوا العدة هذا في رمضان، ولتكبروا الله. فالتكبير في كل وقت، هذا يسمونه التكبير مطلق، يعني تكبر، يبدأ التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان وغروب شمس يوم عرفة. طيب، يبدأ التكبير المطلق، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكبر. طيب، بين المغرب والعشاء، بعد العشاء إلى الفجر، بعد الفجر إلى صلاة العيد، ينتهي عند صلاة العيد لما يبدأ الإمام بالصلاة الله أكبر، وقف التكبير. هذا بالنسبة لعيد الفطر. عيد الفطر التكبير المطلق هذا الله أكبر الله، تشوف الناس كلها تكبر وهكذا، ينتهي بقول الإمام الله أكبر لصلاة العيد. أما الأضحى لا، التكبير المطلق يستمر حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، يعني 13 ذي الحجة، غروب شمس 13 من ذي الحجة ينتهي التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فهو أدبار الصلوات، بعد كل صلاة، يعني بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة الفجر بالنسبة لعيد الفطر. بالنسبة للأضحى بعد صلاة فجر المغرب يوم عرفة، اليوم التاسع ليلة العيد، كذلك العشاء، كذلك الفجر، ثم يستمر التكبير المطلق مفتوح إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق اللي هو 13 من ذي الحجة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من التكبير، كان يخرجون إلى السوق يكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم كابن عمر وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: لمحل ومحرم من ظهر يوم النحر إلى آخر عصر التشريق، هذا التكبير المطلق. نعم، عقب كل فريضة، عفوا. نعم.